تفضل تفضل. لا لا معلش غير مره. طيب اسمع في الزرير انا شو ضمني انا لانه هو ضمنا وقت ليكتشفوا. شو اسمك؟ عفيف الظريف من صيدا. عفيف الظريف هون مبين عن جد. ايه مظبوط. عم خربت الدنيا. يلا يلا غني خي غني غني. يسعد صباحك هالحلو يا الابد للدنيا صباح. روس الجبال تكحلو وتنوح. شو 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 شايف؟ بدي اقول لك شغله. مش كرمال المي يعني هي بتصير حادثه وبالعكس هيدي منيحه كثير طلعت هيك فيها روح ورد. انا حلوه انا كثير مشوه حلوه بس انت ما عندك صوت منيح. يلا روح موصل حبيبي. اوكي موقف عفيف ما كان كتير ظريف وحظه اليوم ما مساعده وزياد ما مساعده بس عفيف منه سوسة. تفضل تفضل شوف وسام شو بيت ضايع حبيبي. لا طلع شوف اوقف على سوبر ستار بيزبط كل شيء. ايوه ايوه كل شيء اوتوماتيك. شوف 24 تفضل جاي قول كلمتين. انا كلمتين بس كلمتين. روح يعني في واحد اجى قدم هان من كميان بالكميون من كميان فقدم هاني والصبي غلط يعني عفيف 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 راضي عفيف بوجي وهيدا عفيف عفيف شيء عفيف الظريف. اوكي بلا سلام قلبي. الصبي عندي يعني عندك ماشي انه يعني صاحبه انا نبع عليه شو فبدنا هو غلط يعني بدنا نشوف هذا شو سبيتوه كذا وظهر واكي بدي ياخد حقه انا شو لا جاي محامي. يعني انت جاي تاخد بطار عفيف بس. عشان عفيف حرام خيي يعني. وسام مقرر ياخد بطار عفيف ويطلب فرصة تانية من اللجنة. معقول اللجنة تستسلم تحت التهديد؟ بغلط اكتر من عفيف انا درينا. شو موبايل؟ الو يا عفيف اي واحد منهم عفيف اي واحد منهم تعال هو استاذ مين منهم هو شو اسمه زياد زياد لا اخي هو يا عفيف هو